مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، الاهلي الليله بيغطي كل اخبار النادي الاهلي. عايز اقول لكم بعض النقاط اللي هتكون محور الحديث النهارده في الاهلي الليله. معايا كمان زميلي محمد سعيد هيرحب بحضراتكم بعد قليل. ان شاء الله نتكلم عن موضوع التحكيم، وسمعنا عن استقاله للكابتن عصام عبد الفتاح. اعتقد ان هي لا اساس لها من الصحه. هنعرف تفاصيل عن هذه الاستقاله برضو مع محمد سعيد ومع حضراتكم. كمان اقتراح من اتحاد الكوره بتولي مسؤوليه لجنه التحكيم لحد عنده خبرات، ممكن يكون حد اوروبي، حد عربي، حد اسيوي، ايا كان هو مين، لكن حد عنده خبرات تجربه عايزين يطبقوها زي ما السعوديه مطبقاها عندها، واعتقد انها ناجحه الى حد ما، وده اللي اثار غضب عصام عبد الفتاح. اعتقد هذا الخبر هو ما وراء الكواليس اللي هنتعرف عليها برضو بعد قليل مع حضراتكم، بعد خصوصا بعد مباراه الاهلي والانتاج اللي كان فيها ظلم بين النادي الاهلي، الغاء هدف صحيح جدا جدا بداعي التسلل لا اساس له من الوجود اساسا، كمان ضربه جزاء لو اي حد، يعني مش عايز اقول تشبيه معين، لكن لو اي حد في الملعب هيشوفها، اللي قاعدين فوق خالص فأعلى المدرجات هيشوفوها، احنا شفناها، اللي مالهمش في الكوره هيشوفوها، اللي ليهم في المصارعه الروماني كمان هيشوفوها، زي ما وصف المحللين الرياضيين كانت عباره عن مصارعه روماني كمان، يعني مش مصارعه حره. ضربه جزاء واضحه للجميع لكن لم يراها الكابتن ابراهيم نور الدين ولا الحكم الاضافي. اعتقد ان هو كان محمد ابو خاطر، مع انه كان مركز جدا بس مش عارف كان مركز في ايه. طبعا ده طلع بيان قوي جدا من النادي الاهلي اللي ادى الى حدوث، يعني مش عايز اقول مشكله الكابتن عصام عبد الفتاح، لكن اعتقد الكابتن عصام عبد الفتاح لازم يراجع كل قراراته علشان الدوري يستكمل، ويستكمل بطريقه فيها نزاهه، خصوصا نزاهه تحكيميه. كمان هنتكلم كمان عن الاهلي وهورية كوناكي بطل غينيا، هنتكلم عن المنتخب والنايجر، مباراه مهمه جدا بعد بكره ان شاء الله ببرج العرب الساعه 8، مباراه مهمه جدا خصوصا بعد هزيمتنا من تونس في المباراه اللي من عمر كانت 1-0 انتهت. كمان هنتكلم عن الاهلي واسلوب حياه، هنتكلم عن الاهلي واسلوب حياه، واقول لكم بعد قليل يعني ايه الاهلي واسلوب حياه، عشان كل الجماهير الاهلاويه دايما بتبص نادي الاهلي ان هو يكسب، لكن في حاجات كتير لازم حضراتكم تعرفوها هنتكلم عليها بعد قليل. ارحب بزميلي محمد سعيد اللي هيرحب بيكم دلوقتي حالا. اتفضل يا محمد. مساء الخير يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، جماهيرنا العريضه في الوطن العربي الكبير وفي مصر بالتاكيد، متابعه حيه وكواليس خاصه واخبار عديده فيها تفاصيل كتيرة جدا من داخل النادي الأهلي ومن خارج النادي الأهلي في هذه الليلة الاستثنائية من برنامجكم بالتأكيد الأهلي الليلة. زي ما ذكرت كابتن ميدو، عندنا تفاصيل كثيرة جدا متعلقة بالتحكيم والإجراءات المتبعة اتخاذها خلال الفترة القادمة فيما يتعلق باتحاد كرة القدم، مع هذا الملف الحيوي اللي ممكن يهدد مسابقة الدوري في أي لحظة من اللحظات. أيضا الحدث الأهم بالنسبة لنا كمان مباراة النادي الأهلي وهورية كوناكري الغيني بإذن الله يوم 14 سبتمبر الجاري. هذه المباراة الهامة جدا والصعبة جدا، رغم أن البعض بيعتقد أنها مباراة سهلة أنك بتواجه فريق إفريقي وفريق ليس له باع طويل في القارة الأفريقية، لكن من خلال النتائج ومن خلال الأرقام ومن خلال المواجهات اللي أداها هذا الفريق في دور المجموعات، سواء أمام سان داونز بطل جنوب أفريقيا أو أمام الوداد المغربي، لا تقدر تقول مباراة صعبة جدا، ولازم الكل يخشى من هذه المباراة عشان نقدر نستعد بشكل جيد، وتكون هذه الصورة معاكسة أيضا للاعبين والجهاز الفني عشان يتخطوا هذه المباراة. والختام بالتأكيد مع مباراة مصر والنيجر، مباراة هامة جدا يا كابتن ميدو، يعني مباراة صعبة جدا على فكرة، مباراة مش سهلة. لو نتذكر منتخب النيجر كان أقصى منتخب مصر عام 2012 بعد ما كنا حققنا 3 كأس أفريقيا 2006 و2008 و2010، لكن اللي بيزود صعوبة هذه المباراة إن هي أول مهمة رسمية للمدير الفني المكسيكي خافير أجيري مع المنتخب الوطني. كمان في تفاصيل كتيرة في هذه الحلقة، هنتابع بالطبع كمان موضوع لائحة النادي الأهلي والدستور النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، والنهاردة بشكل حي وبشكل مباشر جلسة مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع أعضاء النادي الأهلي والجمعية العمومية بعد العديد من ورش العمل خلال الفترة الأخيرة ناقشت هذا الموضوع بشكل مستفيض، وكمان حصلت تعديلات واقتراحات قدر أعضاء النادي الأهلي إن هم بالفعل يقرروا مستقبلهم خلال الفترة القادمة من خلال لائحة بتعبر بجد عن النادي الأهلي، وزيارة كانت مهمة النهاردة للكابتن محمود الخطيب في مقر اللجنة الأولمبية المصرية. تفاصيل كتير، ضيفنا كمان النهاردة ضيف استثنائي هيكون معاك كابتن ميدو، نكمل تفاصيل الحلقة معاك.
اكيد يا محمد هيكون معانا طبعا الكابتن الكبير نجم المحله ونجم مصر الكابتن شريف الخشاب عشان نتكلم في كل النقاط اللي اتكلمناها واستعرضناها مع حضراتكم مع محمد سعيد. اتكلم محمد سعيد في ماتش الاهلي وحوريه، كمان ماتش مهم جدا وماتش صعب جدا زي ما قال محمد سعيد. حوريه كوناكري الغيني فريق قوي جدا لا يستهان به بالمره، خسر مره واحده امام الوداد المغربي وامام سان داونز كسبه وتعادل معاه في ارضه في جنوب افريقيا كمان. لكن مباراه اكيد مفيش صعب على النادي الاهلي، وده اللي بكلمكم فيه او هكلمكم فيه، ان الاهلي يا جماعه اسلوب حياه. يعني ايه الاهلي اسلوب حياه؟ الاهلي ليه شكل وليه مقومات واكيد حضراتكم تعرفوها، وليه عادات وليه تقاليد وليه اسس ومبادئ حضراتكم كلكم تعرفوها. عشان كده دايما الجماهير بتطلب من النادي الاهلي، عايزين صفقات، عايزين لعيبه، عايزين دعم، عايزين عايزين عايزين، واكيد حضراتكم عارفين كل يعني التحديات اللي بيواجهها النادي الاهلي في الاونه الاخيره، واكيد حضراتكم بتعرفوها وبتشوفوها كل يوم، خصوصا كمان في المباريات اللي لعبت او هتلعب، يعني ربنا يستر من اللي جاي. عشان كده النادي الاهلي طلع بيان شديد اللهجه وقال يا جماعه عايزين نمشي فير، موضوع سهل جدا نمشي فير، خصوصا كمان من الاسلوب التحكيم اللي احنا كنا هنا دايما بندعمه في قناه النادي الاهلي خلال مسيرتنا معاكم من اول ما بدانا قناه النادي الاهلي، احنا بندعم التحكيم بصوره مباشره وغير مباشره كمان. لكن الناس بتقول صفقات صفقات، عشان اجيب صفقات للنادي الاهلي لازم يكون حد شكل النادي الاهلي، شكل النادي الاهلي، اسلوب النادي الاهلي، ومبادئ النادي الاهلي، كل حاجه فيه في النادي الاهلي. بتشوفوا لعيبه في النادي الاهلي بتقول هو ده ابن النادي الاهلي، بتشوفوا لعيبه بتقول لا بصراحه ده مش هيمشي مع النادي الاهلي. عشان كده الموضوع الصفقات مش هجيب صفقه تهز الدنيا وخلاص، مش هينفع. احنا عايزين لعيب يموت على النادي، عارف يعني ايه فانيله النادي، عارف يعني ايه جمهور النادي، عارف يعني ايه اسم النادي الكبير في مصر وافريقيا والوطن العربي والعالم كله. النادي الاهلي مش نادي صغير، عشان كده اللعيب اللي بيروح له لازم يبقى شكله، وفكروا فيها كويس هتعرفوا يعني ايه كلامي، وكلامي فيه كلام بين السطور لكن ما ينفعش نقول. احنا هنا كمان في قناه الاهلي لازم نبقى شكل النادي الاهلي، ما ينفعش اي حاجه نرد عليها، ما ينفعش اي حد بيرد او بيتكلم هنرد عليه باسلوبه او هنهاجمه باسلوبه، ما ينفعش خالص. وانتم عارفين واحنا اتفقنا على كده من اول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم معاكم هنا في قناه النادي الاهلي. لكن بنرد لو حد فيه اساءه لينا شخصيا، حتى لما كان مع كابتن محمود الخطيب نفسه رئيس النادي الراجل ما كانش بيطلع يتكلم ولا احنا بنتكلم، لكن اي حاجه بتلمس الجمهور او بتلمس الكيان بناكله بناكله. لكن اي حاجه لينا ما فيش اي مشكله خالص، احنا هنا قناه النادي الاهلي تحديدا والنادي الاهلي كله عشان ارضاء جماهيره ويحبب جماهيره فيه، والجماهيريه بتاعته تزداد يوم بعد يوم، وده اللي بيحصل الحمد لله. اللي بيحب النادي الاهلي بيحبه بشكل مش طبيعي. وانا جاي يعني حاجه، وانا جاي في الطريق بسمع الراديو سمعت يعني احمد ابراهيم ده موزع موسيقي كبير جدا معروف جدا، حاجه صغيره لكن كانت كبيره جدا. انا عندي الراجل بيتكلم وعاملين معاه انترفيو في الراديو، فبيقول يا جماعه انا عندي حاجه واحده بس بتعوقني عن الشغل، ان يكون في مباراه النادي الاهلي، في مباراة النادي الاهلي ما يبقاش عندي اي ارتباطات، ما حدش يكلمني حتى لو مين، لو مطرب مين، لو اي حد في الدنيا. انا عندي مباراة النادي الاهلي ببقى قاعد بروح اتفرج في قهوه مع الناس. مش عايز اقول لكم كان بيتكلم بطريقه جميله جدا لفتت نظري ليه، ان لما بيجيب جون النادي الاهلي بيقوم يحضن كل القهوه مش عارف ايه، والناس حب مش طبيعي، قال حب النادي الاهلي مش طبيعي. فالراجل بيساله بيقول له انت بتحب النادي الاهلي عشان بيكسب؟ قال له لا ده مقوله كلها كذب في كذب، احنا بنحب النادي الاهلي عشان هو النادي الاهلي، بنحبه اكتر لما بيخسر، بنحبه اكتر لما بيتعادل، بنحبه اكتر لما بيكون في وقت محتاجنا فيه. عشان كده النادي الاهلي يا جماعه قلت لكم ليه شكل وليه محبين من شكل خاص جدا جدا جدا، ما ينفعش اي حد يدخله، ما ينفعش اي حد يعتب النادي الاهلي. اللي يعتب النادي الاهلي ويمشي منه اعرفوا ان هو مش شكله. عشان كده لازم نتأنى في كل شيء. النادي الاهلي يمتلك لعيبه ولا اروع من كده، يمتلك كل مقومات النجاح، كفايه اسمه بس، كفايه جماهيره الكبيره جدا، كفايه ادارته الواعيه جدا، كفايه كل المحبين النادي الاهلي. عشان كده اطمنوا وحطوا في بطنكم ان شاء الله بطيخه صيفي تماما. كمان لما كنت انا في بتروجيت كنت ماسك بتروجيت مع كابتن مدار السيد، كان محمد الشناوي كان بيلعب في بتروجيت وكان جاي له عروض احتراف، كان جاي له عقد احتراف كبير جدا، كان النادي موافق الا محمد الشناوي. فانا بساله انا يعني كنت قريب من اللعيبه، فبساله يا محمد عقد احتراف؟ قال لي يا كابتن انا كل اللي بفكر فيه ان انا ارجع النادي الاهلي، ده حلم حياتي، حلم حياتي ان انا ارجع النادي الاهلي. فبقول لكم وبكرر لكم النادي الاهلي ليه نوعيه معينه من اللاعبين، مش عايز اسمي اللاعبين باسمهم، لكن انا طبعا سايب لكم ان انتوا تعرفوا مين اللعيبه اللي تحب النادي الاهلي قوي، ومين اللعيبه اللي ممكن تيجي النادي الاهلي، ومين اللعيبه اللي ما ينفعش تيجي النادي الاهلي. لازم نصبر، النادي الاهلي ماشي في اطار وفي مكانه الصحيح جدا جدا جدا. النادي الاهلي عارف يعني ايه جماهير محبه وعاشقه النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي شغالين فيه عارفين يعني ايه اسمه الكبير. عشان كده الموضوع ان شاء الله كله ثقه وكله تفاؤل فيما هو قادم باذن الله.
ارجع لمحمد سعيد وعايزه كمان، وكان بيقول لي انا مش خايف ولا قلقان، لكن لازم كل الناس تعرف ان مباراه حريه الغيني مباراه صعبه جدا، عايزين نشوف صعوبتها من وجهه نظرك يا محمد سعيد. قول لنا انت بقى في الكواليس مع اللعيبه، وسافرت مع اللعيبه وسافرت كمان في البطولات الافريقيه، فقول لنا خايف من ايه؟ المباراه بتيجي صعوبتها يا كابتن ميدو من المدير الفني لفريق حريه كوناكري، مدير فني فرنسي ونفس المدرسة الفرنسية مع باتريس كارتيروني المدير الفني لفريق النادي الأهلي. لكن الشيء الإيجابي من خلال متابعتنا لهذا الفريق، أولا حرية كوناكري يمكن بقاله سنين كتير، يعني بقاله سنين طويلة جدا ما جاش لعب في مصر منذ فترة طويلة جدا حوالي 35 سنة، لكن من الأسامي اللي كانت موجودة في القارة الأفريقية أيام ما كان حتى في بطولات كتيرة مع أشانتي كوتوكو ومع العديد من الفرق، كانوا ياوندي الكاميروني كان من أبرز الفرق في القارة الأفريقية. هذا الموسم تحديدا من خلال الأرقام الرسمية حرية كوناكري لم يخسر سوى مباراة واحدة، وكانت على أرض الوداد المغربي، وبالتالي هزيمة منطقية. الميزة الوحيدة في هذه المباراة من خلال إحصائيات ومتابعة لهذا الفريق، النقط السلبية الوحيدة في حرية كوناكري الغيني هي النقط الإيجابية في فريق النادي الأهلي. الظهير الأيسر في فريق حرية كوناكري هو من أضعف اللعيبة في خط الدفاع، وبالتالي أقوى جبهة في فريق النادي الأهلي الجبهة اليمنى اللي بيقودها بالطبع وليد سليمان هيكون لها عامل كبير جدا في هذه المباراة. النقطة الثانية الكرات العرضية، عندهم أطوال قصيرة جدا، يعني أطوال خط الدفاع في فريق حرية كوناكري الغيني مش بالأطوال العالية، فبالتالي النقطة اللي بتميزك في الفترة الأخيرة أداء سليف كوليبالي في تنفيذ الكرات العرضية، دي من النقاط الإيجابية. فعلى الرغم من كل هذه النقاط السلبية اللي بتقابلها إيجابيات من فريق النادي الأهلي، لكن رحلة السفر بالنسبة لك هتبقى صعبة، عشان كده مباراة الداخلية اتأجلت. أجواء المباراة في ملعب حرية كوناكري بالتأكيد هتكون أجواء صعبة على فريق النادي الأهلي، رغم أنه هو لاعب في أصعب منها كمان لما كان بيلعب في مباراة تاون شيب في بوتسوانا، لكن الأجواء الأفريقية بسفر فريق النادي الأهلي مبكرا يوم 10 قبل المباراة بأربعة أيام، المعيشة هناك والأجواء، وإن الأهلي هيصطحب كمان طباخ معاه الشيف محمد الدالي، كل الأمور دي ممكن تسهل على فريق النادي الأهلي. يبقى في هذا الموضوع الحسم والموضوع عند لعيبة النادي الأهلي تحديدا، الجهاز الفني إزاي هيقدر يأهل اللعيبة، وإزاي اللعيبة من جواها حتى يكون عندها تحدي للفوز بهذه البطولة. سابق لأوانه كمان الحديث على مباراة وفاق سطيف أو الوداد البيضاوي أنك ممكن تقابل أي من الفريقين، هذا الموضوع بعيد تماما عن الحديث في هذه الفترة حتى ما بين لاعبي النادي الأهلي. تحديدا الفترة الحالية لا حديث يعلو سوى فوق هذه المباراة، مباراة حرية كوناكري الغيني، سواء الذهاب أو الإياب كابتن ميدو، لأن المسافة أو التوقيت ما بين المباراتين بتتكلم في مسافة أسبوع، هتلعب أكيد. المباراة يوم الجمعة 14 سبتمبر، ثم تعود للقاهرة فجر الأحد، وعندك بعدها بخمس أيام يوم السبت اللي بعديه مباشرة مباراة العودة اللي كمان على ملعب استاد السلام. يعني هذه الجزئية برضو عايز أعرف رأيك يا كابتن ميدو، ملعب السلام شايفه أفضل ولا كان ممكن المباراة تقام في كلية الحربية؟ لأن في جميع الظروف إقامة المباراة في القاهرة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي أفضل بكثير من السفر لإسكندرية وقطع مسافة حوالي 200 كيلومتر. يعني محمد طبعا استاد السلام واستاد الكلية الحربية، أنا لعبت طبعا على استادين، استاد الكلية الحربية تقيل شويه، ما اعرفش هم عملوا ايه، بقالنا كتير جدا ما سمعناش عن استاد الكليه الحربيه حاجه، ما نعرفش ارضيه الملعب عامله ازاي، لكن استاد الكليه الحربيه كان تحت النجيله رمله، فكان الموضوع تقيل جدا. استاد السلام اعتقد اللعيبه ولاعيبه النادي الاهلي تحديدا لعبوا عليه كذا ماتش، المهم ان الموضوع يبقى في قلب القاهره عشان كل الجماهير تلتف حول فريق النادي الاهلي. ونرجع بقى نملى المدرجات بجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بتهز اي حد وبتخوف اي حد وبترعب اي منافس. لكن مباراه طبعا زي ما محمد سعيد قال مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه على حرية كوناكري، عشان كده النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي دايما انا بقول لكم ان هم دايما بيكونوا حاسين بالمسؤوليه وحاسين بالمباراه وحاسين باهميتها من عدمها، فاكيد المباراه مهمه جدا، خصوصا ان هم عارفين ان جميع النادي الاهلي محمد سعيد عارفين ان دي البطوله المحببه وعشقهم، البطوله الافريقيه اللي بتودينا لكاس العالم ايا كان بيكون مكانه فين، لكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي عند الزمان والمكان دايما وعند حسن ظن جماهيرهم. يا كمان يا محمد عايزين نتكلم يعني عن مباراه منتخب مصر مع النيجر، مباراه ان شاء الله تقام بعد بكره في استاد برج العرب الساعه 8، وشايف اهميتها ايه؟ ممكن برضه تقول لي رايك فيها. هي مباراة صعبة جدا في جميع الأحوال، لأن أولا بفارق النقاط لسه المشوار طويل بالنسبة للمنتخب الوطني، لسه عندك خمس مباريات متتالية، لأنك ما لعبتش غير مباراة واحدة كانت مع تونس في استاد رادس منذ حوالي سنة وشهرين، يعني أقيمت في شهر رمضان الماضي، وخسر المنتخب بهدف مقابل لا شيء. لكن الميزة في هذه التصفيات أن الأول والثاني بيتأهلوا
من هذه المجموعه، وبالتالي فرصه التاهل سهله مش صعبه قوي، لان كمان منتخب النيجر او منتخب سوازيلاند مش بالمنتخبات الكبيره، حتى لو النيجر كانت حققت مفاجاه علينا في 2012، لكن صعوبه هذه المباراه بتاتي من خلال منتخبنا احنا، من خلال المنتخب الوطني. قياده فنيه جديده مع خافير اجيري لسه بيشوف الحاله الفنيه لعدد من اللاعبين، لسه بيتاقلم على الاجواء في الدوري المصري. الراجل حتى في بدايه تصريحاته بيتكلم ان ممكن تواجهه ازمه في خط الهجوم نتيجه ان كل الفراود اللي بيلعبوا في الدوري المصري كلهم معظمهم لعيبه اجانب. ايضا كمان العامل البدني اشتكى من العامل البدني خلال الايام القليله الماضيه من خلال هذا المعسكر المغلق في برج العرب. فبالتالي مؤشرات بتقول لك ان المباراه هتكون صعبه على قياده فنيه جديده، على جهاز فني كله جديد. يمكن ما فيش غير الكابتن احمد ناجي هو الوحيد المتبقي من الجهاز السابق وعنده خبرات كبيره في هذا الملف، في تحديد حارس المرمى في هذه المباراه سواء محمد الشناوي او حتى جنش. لكن بشكل عام وجود هاني رمزي ضمن هذا الجهاز الفني هيساعد اجيري بشكل كبير جدا على قيادته الفنيه في بدايه مشواره. ومن حسن او من سوء حظ، من سوء حظ هذا الجهاز الفني ان المباريات القادمه مباريات متراكمه، بعد كل شهر عندك مباريات متتاليه، النيجر ثم سوازيلاند ثم منتخب تونس، فبالتالي عامل الوقت مش هيكون في صالحه وقت ضيق جدا، لكن فرصه التاهل موجوده، فبالتالي هتهدي شويه الضغط على الجهاز الفني. لكن المباراه مباراه صعبه لان جهاز فني جديد عايز يحقق نتيجه جيده، كمان المنتخب بالصوره بتاعته الفتره الاخيره بالاداء الدفاعي بالشكل التكتيكي بتاع المنتخب اكيد الجماهير لسه متعلق في اذهانها هذا الشكل. هل اجيري هيقدر من خلال اول مباراه يقدر يغير هذا الشكل، يقدر يدينا صوره للمنتخب بشكل جديد في بدايه التصفيات الافريقيه؟ كل دي تساؤلات كتيره جدا، مش هنقدر نتكلم في معلومات او تنبؤات او توقعات للمنتخب الا من خلال صوره معينه هنشوفها في اداء المنتخب في ال 90 دقيقه اللي بنتمنى ان المنتخب في هذه المباراه يحضر عدد كبير جدا من الجماهير، لان الصوره كمان الجايه في مساله توزيع التذاكر عدد للاسف قليل جدا، ضئيل جدا، لا تتعدى حوالي 5000 تذكره من 42000 تذكره تم طرحها في الاسواق منذ ايام قليله يا كابتن ميدو. يعني اكيد حاجه مش مطمئنه، 5000 تذكره اعتقد ان عدد قليل جدا، لكن لسه ان شاء الله لسه عندنا النهارده عندنا بكره ممكن ان شاء الله الجماهير يعني تقبل على هذه المباراه. لكن انا عايز اقول موضوع جزئيه المدرب، مش عايز اقول مدرب مصر تحديدا، عايز اقول مدرب المنتخبات بصفه عامه. مدرب المنتخب بصفه عامه تجمعات المنتخب تبقى قليله جدا، فعشان كده عشان يطلع فكره ويفرضه على اللعيب بيبقى صعب جدا، خصوصا اللعيب بيبقى جاي بفكر نادي، اسلوب نادي، تطبيق نادي، خلاص هو متبرمج على لعب نادي. عشان انا اديله فكر جديد واديله طريقه جديده يلعب بيها اعتقد الموضوع بيبقى صعب جدا. عشان كده انا دايما يعني بلتمس العذر للمدربين المنتخبات تحديدا اللي هم بيتجمعوا او بيجمعوا اللعيبه في وقت قليل بينه وبين ماتشات، زي ما قال محمد سعيد كده عندنا كل شهر ماتش او 3-4 ماتشات في اقل من 3 شهور. فالموضوع عندك ارتباطات دوري، ارتباطات افريقيا، اللعيبه هترجع تاني ناديها، انا بجمعهم قبل المباراه باربع خمس ايام، كل اللعيبه المحترفه بتيجي من ناديها، لعيب زي محمد صلاح، زي تريزيجيه، ايا كان، كل واحد جاي بفكره وجاي بطريقه مدربه. فانا هقول له ايه؟ هقول له عشان كده مدرب المنتخب لازم يبقى في حته احترافيه كبيره جدا ان هو يلعب على اللعيب نفسه. مش عارف حضراتكم يعني انا اعرف اوصلها لكم، لا ان انا العب على اللعيب نفسه والعب على امكانياته هو، واقلل انا فكري شويه ان انا اطبقه على اللعيبه مش بالعكس، لان انا مضطر اعمل كده. لو انا هفرض فكري على اللعيب، اللعيبه هيتوه مني زي ما كان قبل كده. مش عايز اتكلم فيه، لكن انا بس افكركم كانوا بيقولوا ان احنا مع كوبر الحاله الدفاعيه بتاعتنا زادت قوي، مع اني كنت شايفها اكتر نقطه ضعف في المنتخب الوطني الحاله الدفاعيه بتاعتنا او الجزئيه الدفاعيه بتاعتنا. من اول الدفاع بيبدا، من اول ما بتفقد الكوره فقدتها من عند مروان محسن، من عند تريزيجيه، من عند محمد صلاح، بتبدا انت بتشوف الحاله الدفاعيه بتاعتك شكلها ايه. لكن الحاله الدفاعيه بالمفهوم الخاطئ اللي احنا فاهمينه اللي هم الاربعه اللي تحت خالص، لا، الحاله الدفاعيه بتبدا من اول ما بتفقد الكوره. بتفقدها فين؟ في اي مكان، يمين، شمال، في عمق الملعب، على الاطراف، ايا كان هو فين، بتبدا الحاله الدفاعيه بتاعتك. انا كنت شايف ان هي اضعف حاجه في المنتخب الوطني الحاله الدفاعيه بتاعته، طبعا غير الحاجه الهجوميه اللي ما كانتش موجوده تماما، كانت معدومه. عشان كده لازم انا كمدرب منتخب اهتم بالنواقص اللي انا شايفها في اللعيب، دايما ابص على اللعيب، اطور اللعيب في اليومين ثلاثه، لكن انا اديله فكر جديد ومحتوى جديد وشكل جديد لطريقه لعب، اعتقد ان بقى الموضوع صعب جدا. يعني يا محمد برضو الموضوع طبعا هنبقى نتناقش فيه مع حضراتكم لما يكون في وقت اطول من كده، لكن عشان ما نتاخرش على كابتن شريف الخشاب نجم مصر نجم المحله، اخر نقطه اتكلم فيها محمد سعيد موضوع اللي طرح في الاتحاد او في كواليس الاتحاد المصري خصوصا في لجنه التحكيم، انه استعان او يعني نستعين بحكم دولي ليه خبرات كبيره جدا
ان هو يقود لجنه التحكيم المصريه زي ما تجربه الاتحاد السعودي عملها وشغالين بيها، واعتقد انها ناجحه لغايه دلوقتي. كابتن ميدو، هذا الموضوع بالتاكيد فيه تفاصيل كتيره ممكن تتقال، وعندنا معلومات ممكن تتقال في هذا الموضوع، لان المشاكل مش متعلقه باستخدام طاقم تحكيم او قياده تحكيميه اجنبيه لقياده لجنه الحكام في الفتره القادمه، لا، في مشاكل كبيره. لكن قبل ما نخوض في هذه المشاكل وهذه المعلومات اللي بالتاكيد بتاثر بعد كده على الحكام في ادائهم في المباريات، عندنا دلوقتي حدث مهم جدا محتاجين ان احنا نروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره، اجتماع وندوه الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي مع اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي لمناقشه اللائحه وسماع رأي الأعضاء وأطروحات الأعضاء في مسألة تقرير مستقبلهم ومصيرهم في الفترة القادمة من خلال لائحة محترمة، يعني عايز أقول لك بتلبي كل طموحات أعضاء النادي الأهلي في جميع المجالات خلال الفترة القادمة. نروح لهذه الصورة وهذه الندوة بشكل خاص وحصري على شاشة قناة النادي الأهلي، ثم نعاود الحديث بعد ذلك عن كل هذه النقاط بعد هذا اللايف المباشر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. إن أنا كنت في البداية طبعا الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، وكان الأستاذ عمرو فاروق كان يعني المفروض ان هو نائب رئيس النادي برئيس اللجنة. لما عرف ان المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة قال ما ينفعش، لازم يبقى هو رئيس اللجنة. هي دي برضو الحاجات اللي من عظمة النادي. أعضاء مجلس إدارة كمان كانوا مشتركين في اللجنة دي، الأستاذ العمري، الأستاذ الكفراوي، الأستاذ طارق أنديل، الأستاذ محمد الجرحي، بنيابة عن أعضاء مجلس إدارة، في أربعة من مجلس إدارة كانوا مشتركين. وده برضو شيء عشان في النهاية إحنا بيتعرض الكلام ده كله على مجلس إدارة، ومجلس إدارة بياخد القرار النهائي في هذا الموضوع. برضو معاهم كان في دكتور سعد شلبي، وبرضو أحب إن أنا أتوجه له بالشكر لأن الراجل قام بدور كبير جدا مع الإدارة التنفيذية، مع الأستاذ محمد فتحي، مع المستشار أسامة أنديل، مع الأستاذ علاء أنديل، كل الناس اللي هم حطوا إيديهم واشتغلوا بجد في لجنة إعداد اللائحة. لكن عايز اسمحوا لي ارجع تاني للمستشار محمود فهمي، ربنا يديله الصحه. بدايه ارتباطه بالنادي الاهلي سنه 43، ربنا يا رب يديله الصحه دايما يا رب. المستشار محمود فهمي الحقيقه يعني كان عضو مجلس اداره سابق، وكان رئيس النادي في فتره انتقاليه غير طبعا مجلس الدوله، غير حبه وانتمائه للنادي الاهلي بالشكل اللي لما نديله حاجه زي كده يكون حريص جدا جدا، واحنا كنا مؤمنين جدا انه يكون حريص كل الحرص يطلع احسن حاجه ممكنه. كمان يمكن هو يمكن رفيق درب مع الراحل العظيم كابتن صالح سليم، هو كان رفيق الدرب بتاعه من فتره زمنيه طويله يعني. كمان عايز اشكر كل المنظمين لي هذا العمل، إدارة التنفيذية، الشباب، ولاد النادي. الشباب ولاد النادي شفت النهاردة منظومة الحقيقة خلتني أبقى فخور جدا جدا إن أنا واحد من أبناء النادي الأهلي، وفخور جدا جدا بكل الشباب اللي موجود، لأن الشباب ده النهاردة بيشتغلوا الحقيقة يعني في الكشاك اللي اتعملت علشان نتلقى اقتراحات الناس من 10 الصبح لغاية الساعة مثلا 11 بالليل، واقفين على رجليهم حر مش حر، واقفين عشان يأدوا خدمة لناديهم بدون مقابل، حدش فيهم طلب مليم واحد. هو ده يا جماعة، هي دي النادي الأهلي، هم دولة الناس اللي يستحقوا فعلا أو يتقال على في الآخر الأهلي ده، الأهلي ده عظيم ليه؟ ليه النادي الأهلي عظيم؟ طبعا زي ما شفتوا في هذه اللحظات الكل متشوق طبعا بالتاكيد لمتابعه هذه الندوه بشكل خاص وحصري على شاشه قناه النادي الاهلي، فيها تفاصيل كثيره، لان اول اجتماع رسمي واول مقابله رسميه بين مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب باعضاء النادي الاهلي او بالاخص اعضاء الجمعيه العموميه لمناقشه هذه اللائحه ودستور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، قبل باذن الله موعد هذا الاجتماع الغير عادي باذن الله في نهايه هذا الشهر الجاري. كابتن ميدو، احنا كنا بنتكلم عن التحكيم قبل بالتاكيد ما نستقبل ضيفنا في الفقره الحواريه الاولى، لكن عايز اكلمك في عنصر التحكيم، في تفاصيل كتيره على فكره. المشكله مش في قرار حكم بس جوه المباراه، يعني اقول لك على مشاكل كانت بتحصل خلال الفتره الاخيره. الاختبار البدني للعديد من الحكام اللي بيحكموا في الدوري الممتاز، الحكام اللي هم المفروض من العاب القوى او اتحاد العاب القوى اللي بيناقش هذه الاختبارات البدنيه لم يكونوا حكام معتمدين من اتحاد العاب القوى، وبالتالي هناك ازمات اداريه او ازمات فنيه حتى في اختيارات المسؤولين عن تقنيه الاختيارات البدنيه او حتى الاختبارات البدنيه للحكام.
عندنا الحكم اللي حكم مباراه الاهلي والزمالك الموسم الماضي اللي كانت فيها جدل كبير جدا محمد الحنفي فشل ورسب في الاختبار البدني هذا العام. عدد من الحكام ايضا جهاد جريشه بعد ما عاد من كاس العالم وكان ادى مباراه في كاس العالم وراجع بالتاكيد في حاله بدنيه عاليه، كان عنده مشكله مع عصام عبد الفتاح في تنفيذ الاختبارات البدنيه، وكان قال له انا المفروض حسب القانون اللوائح انا راجع من كاس عالم ما اخدش اختبارات بدنيه مع باقي الحكام. حتى معسكرات الحكام اللي كانت مقامه في بورسعيد او حتى للتقييم كان فيها مشاكل ما تنفذتش بالشكل المفروض تطبق من خلاله، فبالتالي داخل اللجنه اساسا هناك ازمه ما بين عدد من الحكام مع رئيس اللجنه. افضل حكم مساعد في مصر خلال سنوات طويله ايمن دجيش اجبر على الاعتزال خلال الفتره الاخيره للدفع بعدد من الحكام الصاعدين اللي لسه محتاجين خبرات كبيره عشان يحكموا في الدوري الممتاز. عدد من الحكام اللي لسه راجع من تونس بعدها باقل من 24 ساعه كان بيحكم في الدوري المصري زي احمد الغندور وحتى محمد ابو خاطر، يعني احنا في الاسبوع الخامس ومحمد ابو خاطر دي المباراه السابعه ليه ما بين حكم اضافي او حكم ساحه. اذا المشكله ليس في القرار الفني في مباراه او الصفاره فقط، هناك مشاكل فنيه وتقنيه وبدنيه واداريه بتعكس كل هذه الازمات على الحكام في مبارياتهم. فبالتالي قرار الاستقاله من كابتن عصام عبد الفتاح انا ما بعتبروش قرار رسمي الا لما بيجي يعني خبير اجنبي زي ما ذكرت كابتن ميدو زي ما بيحصل في الدوري السعودي او يرؤس اللجنه جمال الغندور او حتى احمد الشناوي، بخلاف ذلك اي شخص اخر بيدير اللجنه اؤكد لك انه هيكون من خلال اداره عصام عبد الفتاح للجنه الحكام خلال الفتره القادمه. يعني اتمنى محمد سعيدنا تحل موضوع مشكله التحكيم في مصر اللي بنواجهها، يعني بنحاول ان احنا نصلحها كل شويه لكن دايما بتطلع حاجات كده بتعكر صفو التحكيم المصري، ان شاء الله تحل في القريب العاجل. لكن عايز اقول كلمه قبل ما استقبل ضيف الكريم الكابتن شريف الخشاب نجم مصر ونجم المحله السابق، عايز اتكلم في نقطه ندوه الكابتن خطيب ومجلس ادارته في وضع لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. عايز اقول ان الكابتن محمود الخطيب حاطط شعار لي ان هذه اللائحه هي للكل، حق لكل الأهلوية وليس حق لمجلس الإدارة فقط، عشان كده كابتن محمود الخطيب بيدعو كل الأطراف اللي تخيلوها عشان يشاركوا في وضع هذه اللائحة الخاصة جدا بأعظم نادي في الكون من وجهة نظر الأهلوية وأحسن نادي في أفريقيا والعرب وكمان كل الدنيا من وجهة نظرنا إحنا كأهلوية. إن شاء الله تكون اللائحة تشرف وتليق باسم كل أهلاوي في الدنيا كلها. نطلع فاصل عشان نستقبل نجمنا النهاردة الكابتن شريف الخشاب نجم مصر ونجم المحلة السابق، فاصل واستنونا.